العملية شملت ما يقارب 800 مستفيد. هي يعني عملية توزيع مرحلية جاءت بعد التوزيع الأول الذي كان بمناسبة الاحتفالات المخلدة للثورة التحريرية أول نوفمبر. ها نحن اليوم بمناسبة 19 مارس نوزع حصة أعتبرها معتبرة، 800 وحدة سكنية موزعة على عدة أنماط، منها السكن الإيجاري والسكن الترقوي المدعم وكذا الإعانات المرتبطة بالسكنات الفردية الريفية. اليوم وجانا عارف رجع لنا ربي إن شاء الله، وهم عطاونا السكن الترقوي المدعم ونشكروا السلطات. يا خويا رانا فرحانين اليوم كيف فرحونا، عندنا بزاف وحنا نستناو وفرج ربي.